مشاهدينا الكرام، ها هي الانطلاقة تتجدد لشوطنا الثاني، ويعتبر الشوط الأول الرئيسية أيضا هنا على أرضية هذا الميدان للقعدان. هنا شوط خصص لأصحاب السمو الشيوخ، والباب مفتوح لأبناء القبائل في هذا الانطلاق والتحدي. وتابعنا الشوط الأول الرئيسي الذي انطلق مع مياسة لسيد أحمد بن محمد بن كراز لمهيري صلالة مياسة، أيضا الملقب بمياسة أبو عقال أيضا، وإنتاج منطقة الروية. نتابع هنا المسيرة، نتابع الانطلاق، نتابع الصدارة، وعلى المقدمة مباشر عبد الله بن سالم بن مصبح بن صروخ النعيمي مياس على المركز الثاني، أحمد بن محمد بن كراز المهيري أيضا، شعار مياس يتواجد على ظهر مياس، بينما المركز الثالث يأتينا شاهين مسلم بن محمد بن صقوح العامري، ومن الجانب الآخر أيضا هنا يتواجد وينطلق، يا سلام، والقادم هنا أيضا شاب نار لسيد سالم بن الذيب السبوسي، من يأتينا على المركز الرابع. وفي المركز الخامس يتواجد عجيب حمد بن مسلم بالزفنة العامري. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى هنا على المقدمة وعلى الصدارة وعلى المركز الأول. أرى مياس من تسلل على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط لأحمد بن محمد بن كراز المهيري، ومن الجانب الثاني مباشر لسيد عبد الله بن سالم بن صبح بن صروح النعيمي. ومنبه لسالم بن محمد بن ضبيعة لقتبي أيضا، ينبه الجميع بانطلاقته. هنا أيضا الوصول من شامي لسيد سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي الشامي قادم أيضا، ومن الجانب الآخر عجيب حمد بن مسلم بالزفنة العامري خامسا. ولكن نعود مع الأربعمية متر الأخيرة، وانطلقت الصدارة، انطلقت التحديات. الله، وعجيب، عجيب من الجانب الثاني، هو مياس، عجيب ومياس، وهناك منبه، يا سلام، ثلاثية عجيب ومياس ومنبه، يا سلام، والقادم أيضا أحلى شاهين علي بن مبارك بن قرين العامري. ولكن مياس يبغى النقطة الثانية، مياس لسيد أحمد بن محمد بن كراز المهيري على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. سلام زعبيل سلام، وها هي لحظة الوصول لمياس المركز الثاني، عجيب للسيد حمد بن سلم الزفرة المركز الثالث، منبه للسيد سالم بن محمد الضبيعة المركز الرابع، شاهين علي بن مبارك بن قرين العامري. وفي المركز الخامس للسيد عبد الله بن سالم بن مصبح بن صاروخ النعيمي. والتوقيت الزمني مع مياسي 3 دقائق 3 ثواني. تهانينا للمرة الثانية لأحمد بن محمد بن كراز المهيري على هذا الفوز الجميل.